طيب من اهم النقاط اللي بيحتاجها الدعم غير المالي التسويق. حضرتك عارفه ان التسويق هي مشكله المشاكل للمشروعات الصغيره. وزاره التنميه المحليه تبنت مبادره اسمها ايادي مصر، عملت منصه الكترونيه بالتعاون مع البرنامج العالمي للغذاء وشركه اي فاينانس، شركه حكوميه وليست قطاع خاص، مش دعايه. هي ذراع الحكومه، مع اننا دلوقتي محتاجين ندعم القطاع الخاص. طبعا طبعا. هو الذراع الحكومي للتعاملات الماليه الالكترونيه. بموجب هذا اتعملت منصه الكترونيه لتسويق منتجات الصغار المصنعين، سواء متناهي الصغر او صغير او متوسط، مع التركيز تاني على المناطق الريفيه الحضريه ممكن، بس ده التركيز في المناطق الريفيه. المنصه دي ايه الاهميه بتاعتها؟ اولا انا هزود الانتاج، نرجع تاني، بدل زودت المبيعات يبقى حسنت دخل الاسره، يبقى عملت تنميه وبصفه خاصه في الريف. بس بقى في نقطه مهمه، ان لما المنتجات تبقى جنب بعضيها يحصل تنافسيه. فاعمل تنافسيه في الريف يؤدي في الاخر الى ايه؟ الى قريه منتجه ومنتج متطور.